اليوم يعتبر شارع الجميزي من أهم الشوارع السياحية بالعاصمة بيروت لمحبي السهر. Beirut, a city that never sleeps. حسب أرقام وزارة السياحة، عدد الوافدين من السواح ارتفع بنسبة 0.35%. They love to enjoy every moment of their lives, to dance, to sing, to party and to enjoy. This is Lebanon. جميزي ومرم خايل وواجهة البحرية دمرت. كنت عم دق للشباب عندنا بالمحل، ما حدا عم يرد علي. بس شفت هالمشهد دغري بلشت خلص حياة شبابي. أنا عرفت إنه صار في انفجار كان 12 ونص بالليل، لأنه لا 12 ونص بالليل أنا كنت عم لم ناس، كنت عم لم الأشخاص. أنا رجعت على المطعم الساعة 5 ونص على بكرة، بعد ما لقيت كلهم وحطيناهم بالمستشفيات وبلش العمليات، رجعت على المطعم هنيك إنه تلفنت الكونتراكتر على الساعة 5 ونص، إجا صوب الساعة 6 ونص 7 بكرة. قلت له هيدا السيتويشن، بدك ترجع تزبط لي ميريك مثل ما كان، عندك 3 أيام. قال لي أنت مش مستوعبة شو صاير، ما بتعرف شو عم بيصير، أنت منك نايمة ومعصبة. تقولك ما عندي وقت، ما بدي ضيع ولا ثانية، بدي أرجع عمر. مش أنا اللي نقيت شو صار فيي، أنا كليدر أو كشخص بعتقد كل واحد إذا قرر هو يسكر مطعمه ويسكر شغله حر، بيسكر بطريقة اللي بده إياه. بس حدا يفجرني ويجبرني سكر مش أنا، وخاصة أنه في على رقبتي عيل. في حدا من الزبونات اللي عنا دق لي بالليل الساعة 10 بالليل، قال لي اتيان انت الشارع تبعك مدمر كتير، وعرفت بعت لك بوب كات وكاميونات يضلوا معك جمعتين ينظفوا الشارع، ينظفوا تحت تصرفك، عمول فيهم بدك ايه بس لنرجع نفتح الشارع. تاني نهار انا بلشت نظف بمحلي، يعني كل شيء تكسير كان تاني نهار فضيته من المحل لشوف ارجع المحل، لارجع ابنينا المحل، لانه اذا ما بنيتينا المحل عندك عيال عم تعيشيهم. نحن الهسبيتال سكتر بعيش عيال. لما صار هذا الانفجار نحن عانينا جدا جدا كأصحاب مؤسسات، لأنه مؤسساتنا دمرت. فصار مع كنقابي، مع الزملاء، مع القيمين على المؤسسات، مع بعض الجمعيات مثل لبس بيروت، مثل مع صار في تعاون مع المحافظ، صار في تعاون مع جمعيات الأهلية، مع الناس بالأحياء، لحتى بلشنا نرمم، بلشنا ننظف. دي أول مرة بالتاريخ أحياء بكاملها بتتدمر وبيصير فيها انهيار صحي وانهيار مالي طويل عريض، بيصير في تضخم والليرة بتفقد قيمتها، بتصير الناس بلا شغل. بنرجع نحن بنستوعب هالناس، بنفتح، بنشغل، بنحافظ على ما تبقى. وهلا رجعنا آلاف اللبنانيين أصحاب المهن هيدي اللي هن شركائنا بالإنتاج من الدول العربية وإفريقيا وبرا، لحتى يضلوا بالبلد. إرادة أصحاب المؤسسات كانت أقوى من الدمار بكثير. كنت أول حدا رجعت فتحت بالشارع، أول مطعم رجعنا فتحنا وبلشوا حدا ورا حدا يفتح ورانا. إذا بيصير هيك انفجار بحيلا بلد، أكيد مش قبل سنة سنتين ليبلشوا ينطفوا ويعرفوا شو صار. بعد 3 أيام كان طريق نظيف. البرايفت سيكتور قوي ليقدر هو يرجع يوقف على إجراء مع كل هيدا الشيء اللي صار. غريزة البقاء تحدت الموت وأعادت الجميز ومرم خايل إلى الحياة. أخذ 9 أشهر لنرجع نفتح. أنا محلي ضل 4 أشهر رجعت فتحته. إذا بتروحي على الشارع، على الشوارع اللي حكيتيهم بالجميزي ومرم خايل والمحيط والواجهة البحرية، بتفكري كأنه ما صار شيء.
بس هيدا كلف كتير للبنانيين ولأصحاب المؤسسات طبعا بدون أي مساعدة من الدولة. كأنه ما صار شيء، كأنه رايحين بس لقدام، كأنه ما صار لا انفجار لا economical crisis لا شيء بلبنان. الحمد لله جميز ومرم خير رجعت على الخارطة السياحية مرة تانية بعد الانفجار، لأنه ضلينا فترة طويلة لا فتحوا كل المحلات وقدرنا وصلنا ل 50% من المحلات، رجعنا 60-70-80. المؤسسات عم تزيد أكثر، رجع فتح معظم المؤسسات وفتح مؤسسات جديدة بمختلف يعني بابات وسناكات ومطاعم وروف توب والآخره. بنشوف في أمل جديد وبنشوف أنه في قوة جديدة عند اللبنانيين، وبنشوف قدي في إرادة صلبة عند أصحاب المؤسسات وقدي في تصميم لحتى نرجع نوقف، لأنه لولا أصحاب المؤسسات لو هودي سكر وتركوا هالكل شيء مدمر وفلوا وين كنا نحن اليوم؟ شو كان فيه؟ كانت صورة سوداء كلياً. وعادت الجميزي ومار مخايل إلى الخارطة السياحية في لبنان. وهيدا قوة لبنان، بيحب الحياة، هيدا الحب للحياة بيخليه يتقدم. الجرح موجود، الزعل موجود، بس نحن ما بنقبل نوقف نفكر بلا بكرة. بيروت هي قلب لبنان، جميزي ومار مخايل هي بارت من السياحة من لبنان، ونحن ما بنقبل نترك ولا جميزي ولا مار مخايل تموت كرمال حدا. اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للصابر، اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للقمر، يرجع على ليلاتك ينزل على سهراتك يا بيروت.